أسعد الله أوقاتكم بكل خير تلاميذي الأعزاء مع درس جديد من دروس مادة العلوم لطلاب الصف الثاني الابتدائي. درسنا اليوم بعنوان كيف تتنقل الحيوانات؟ عزيزي التلميذ، لعلك تحب أن تمشي على مهل أو تركض، ولعلك تحب أن تقفز أو تزحف. الحيوانات أيضا تتنقل بطرق عدة، فمثلا يستخدم الكلب قوائمه ليمشي أو يركض، انظروا إليه. والسمكة تستخدم زعانفها لكي تسبح، لاحظوا. ماذا عن هذه الأفعى؟ هل لديها قوائم؟ بالطبع لا، تزحف الأفعى على الأرض وليس لها قوائم. يا ترى ماذا تستخدم البطة لتسبح؟ وهذا الضفدع كيف يتحرك؟ هيا لنتعرف ذلك، تعالوا معي. تختلف الحيوانات في حركتها، فبعضها يمشي وبعضها يسبح وبعضها يقفز وبعضها يطير. هذه حيوانات تمشي كالحصان والكلب والأسد، وهذه حيوانات تسبح كالأسماك، وهذه حيوانات تقفز كالأرنب والقرد أيضا، وهذه حيوانات تزحف كالأفعى والتمساح، وهذه حيوانات تطير، إنها عصافير. إذن صغاري، تتحرك الحيوانات بأشكال مختلفة، أولا على الأرض المشي، انظروا إلى هذا الفيل كيف يمشي، انظروا إلى هذا الديك، الأطراف متساوية الطول، انظروا إلى هذا النمر كيف يمشي، الأطراف متساوية الطول. الآن نتابع مع الجري أو الركض، انظروا إلى هذا الحصان كيف يركض، أطرافه متساوية الطول. القفز، انظروا إلى هذا الحيوان كيف يقفز، انظروا إلى الأرنب كيف يقفز. الزحف، انظروا إذا هذه الأفعى كيف تزحف على الأرض، انظروا إلى هذا التمساح. ثانيا في الماء، السباحة، أين تسبح السمكة؟ في الماء. انظروا إلى هذه الأسماك الجميلة، وهذا الأخطبوط، انظروا إليه كيف يسبح. انظروا إلى هذا البط، أيضا يسبح في الماء. ثالثا في الهواء، الطيران، انظروا إلى هذه الفراشة كيف تطير بواسطة أجنحتها، وهذا الطائر كيف يطير بواسطة أجنحته، انظروا إلى هذه العصافير. خلاصة درسنا صغاري، تتحرك الحيوانات بأشكال مختلفة، فهناك حيوانات تمشي مثل البقرة والديك، الأطراف متساوية الطول، وحيوانات تركض مثل الحصان والغزال، أيضا الأطراف متساوية الطول،
وهناك حيوانات تقفز أطرافها الخلفية أطول من الأمامية، لاحظوا الأرنب والضفدع. وأيضا هناك حيوانات تطير لها أجنحة كالطيور والفراشات، وحيوانات تسبح بوسائل مختلفة كالبط والسمك، وأخيرا حيوانات تزحف بطرق مختلفة كالحلزون والتمساح والأفعى. أيضا ننتقل الآن إلى مراجعة الدرس، هيا بنا. السؤال الأول، كيف تتنقل الحيوانات؟ تتنقل الحيوانات بطرق عدة كالمشي والركض والقفز والسباحة والطيران. أحسنت. السؤال الثاني، سمي 4 حيوانات تتحرك وطريقة حركتها. الحصان يركض، السمكة تسبح، الفراشة تطير، الأفعى تزحف.